سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته. أضواء على الأحداث هذا اليوم أبدأها من سوريا، حيث عادت عمليات الاغتيال إلى محافظة درعا جنوبي البلاد مع تزايد العمليات التي تستهدف قوات النظام وأجهزته الأمنية بعد فترة من الهدوء النسبي إثر الزلزال الذي ضرب تركيا والشمال السوري في السادس من الشهر الحالي. وأكد تجمع أحرار حوران تنفيذ نحو 15 عملية اغتيال خلال هذا الشهر، في حين كانت المحافظة تشهد بين 30 إلى 35 محاولة اغتيال على أقل تقدير شهريا في فترة ما قبل الزلزال. وفي شمال سوريا أعلنت فصائل الجيش الوطني السوري استعادة السيطرة على نقطتين عسكريتين سيطرت عليهما قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من أحد المعابر الاقتصادية بريف حلب الشرقي. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من عمان السيد أحمد المسالمة الصحفي السوري. أرحب بك سيد أحمد، ما هي أسباب عودة عمليات الاغتيال إلى الجنوب السوري؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم ولكافة السادة المشاهدين لقناة الحوار. السبب الرئيسي لعودة الأعمال العسكرية أو الاغتيالات في الجنوب السوري هي القيام بالكثير من عمليات التهريب، والاستهدافات دائما ما تستهدف في الفترة الأخيرة هي مهربين المخدرات والعاملين على تهريب المخدرات بالدرجة الأولى، وهذا يتم استهدافه من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني التي تقوم بتصفية صغار المهربين الذين أثروا كثيرا على تهريب المخدرات ويتم تصفيتهم والقضاء عليهم. هناك الفئة الأخرى التي يتم استهدافها بالاغتيالات هم من المخبرين والعملاء مع النظام والتي يقوم بها شرفاء هذه الثورة، والذين ما زالوا على مبادئ الثورة السورية يقومون باستهداف هذه الشخصيات التي تقوم بعملية الإخبار عن الشباب وعن الناشطين وعن الذين كانوا بالجيش الحر عندما يقوم النظام بالتخلص من هذه الفئة. الفئة الثالثة التي يتم استهدافها هي الفئة التي يقوم بها عملاء الأمن والخلايا النائمة للمخابرات والأمن السوري التي تقوم باستهداف الناشطين وتستهدف كل من يزال على هذه الثورة ويتم استهدافه من قبل الذين من المخبرين الذين قاموا بالتسويات والمصارحات، يتم استهدافهم أيضا من قبل هذه الميليشيات. الفئة الرابعة التي يتم استهدافها هي عناصر النظام والقائمين على عمل النظام بالحواجز والعمليات العسكرية التي تتم باستهداف الآليات والسيارات العسكرية وهي يقوم فيها الثوار وبقايا الجيش الحر السابق. طيب، أشرت إلى أنه يعني هناك عمل عسكري واغتيالات، هل ما زال هناك عمليات عسكرية من قبل الجيش الحر أو الفصائل الثورية؟ نعم، هناك ما يزال عمل عسكري موجود في الجنوب السوري. اليوم مثلا كان هناك استهداف لسيارة عسكرية في بلدة جملة باستهدافها بعبوة ناسفة عندما كانت تمر من أحد الطرقات وهي تقوم بنقل المجندين من هنا وهناك، وقبلها كانت هناك عبوة على الطريق الدولي استهدفت سيارة لهذه العصابات والميليشيات الأجنبية، ويتم استهداف حزب الله اللبناني هنا وهناك. العمليات العسكرية لم تتوقف في الجنوب السوري، ما تزال مستمرة، ولكن هناك خوف كبير وتكتم كبير وسرية هائلة على العمل الثوري نتيجة عدد المخبرين المتزايدة وانتشار هذا النظام في الجنوب السوري، وخصوصا نعم. ميليشيات حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة التي طيب. تسيطر على مفترقات الطرق. طيب سيد أحمد، ما هو موقف قوات النظام من عمليات الاغتيال هذه والأعمال العسكرية التي تتم؟ كيف هي ردة فعل النظام وما تأثيرها على حياة الناس هناك؟ ردة فعل النظام دائما ما تأتي بعمل رد فعل باعتقالات، باستهدافات للمحور المنطقة بإغلاقها، بتعزيزها بحواجز عسكرية كما حصل في الطريق الدولي وبلدة أم الميادن وبلدة
داعل ومدينة جاسم ونوى وأيضا في بفصر الأحرير وفي درعا المدينة، يتم تعزيز هذه الحواجز وزيادة هذه القوات عندما تنوي قوات النظام زيادة تواجدها، وهي لا تريد هذه الحجة وإنما تدفع بميليشياتها للعمل العسكري أو لخلاياها النائمة. الأهالي هناك تخوف كبير من هذه العمليات العسكرية، وخصوصا فئة الشباب التي تخاف من الاغتيالات لأنها شاركت في الجيش الحر وشاركت في هذه الثورة، لأن هذا النظام لن يترك أحد إلا أن يقوم بمحاسبته، هذا ما هو الواضح. ولكن في الحقيقة الجنوب السوري لم يهدأ، وهذه العمليات ما تزال مستمرة. نعم تؤثر على الحياة المدنية وتؤثر على فئة الشباب أكثر شيء، لأنهم هم المستهدفين، إن لم يتم تشييعهم فتجنيدهم، إن لم يتم تجنيدهم فعليهم الخروج من الجنوب السوري وهو مسهل لهم، وإذا رفض كل هذه الأمور يتم تصفيته. نعم. واستهدافه. أشكرك جزيلا الصحفي أحمد المسالمة، كنت معي عبر سكايب من عمان. مشاهدينا، وأرحب بضيفي عبر سكايب أيضا من اسطنبول، العميد عبد الله الأسعد، رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجية. أرحب بك سيد عبد الله. يعني استعادة موقعين في الشمال السوري من قبل فصائل الجيش الوطني السوري، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه المواقع؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني في الواقع طبعا فصائل الشمال وجدت من نظام أسد يعني ما لا تجده من أي نظام يمتلك إنسانية أثناء النكبة التي مني بها الشعب السوري في الشمال. كان نظام الأسد يقوم بقصف المواقع المنكوبة، فلذلك يعني هو طبعا المناطق القريبة على خطوط التماس التي كل يعني أو بين الحين والآخر يقوم هذا النظام مع ميليشيات الإيرانية الحليفة له بالتسلل عبر محاور التحرك إلى نقاط، وأحيانا تقوم بعض يعني الميليشيات الموجودة له بالتعاون مع الفرقة 25 بالوصول إلى نقاط الرباط. في الواقع طبعا لدى بعض هذه الميليشيات سواء كانت مرتزقة أو من الفرقة 25 التي تتبع للروس يعني زودت بمعدات ليلية، هذه المعدات الليلية يستغلونها ويعني كونها متفوقة بعض الشيء على الفصائل الموجودة في الشمال، ويقومون بالتسلل والوصول إلى نقاط الرباط وأحيانا تنفيذ إغارة على هذه القوات وقتل من هم في النقاط مستغلين يعني طبعا الليل وظروف الرؤية السيئة. وطبعا يعني معروف انه الجاهزيه القتاليه في الليل يعني تتحول الى فقط الى مخافر حراسه، و يعني العده تكون ليست كما هي اثناء القتاليه الكامله او العاليه. فاهميه هذه النقاط طبعا كما قلت يعني تاتي من خلال تفريغ المناطق التي تكون عباره عن فصائل انذاريه او نسميها المخافر الانذاريه لقوات نظام الأسد والميليشيات التابعة لها والقضاء عليها، ومن ثم يعني تأمين حق الرؤية واسع لدى الفصائل الثورية من أجل أن تقوم بمهامها بشكل أوسع، وخلق حق الرؤية وسطع أوسع على جانبي خطوط الاشتباك وخطوط التماس. طيب، ولكن السؤال سيد عبد الله، ما هو هدف قوات سوريا الديمقراطية من الهجوم والسيطرة على هذين الموقعين؟ ما الذي تريده من ذلك؟ يعني كما قلت في البداية أن يعني هناك بعض النقاط تكون نقاط يعني نسميها نقاط في مناطق منبسطة، هي نقاط يعني عادية ليست ذات قيمة. عندما تكون هناك نقاط تسمى نقاط حاكمة، هذه النقاط الحاكمة التخلص منها أو السيطرة عليها يعني تكفي هذه القوات كثير من العناء في الحصول على معلومات عن الطرف الآخر، فلذلك هي تتقدم يعني بسهولة بعد أو تقوم بعمليات سطع بسهولة بعد السيطرة على هذه النقاط، كون هذه النقاط كما قلت أولا حاكمة وثانيا
تؤمن حق الرؤية واسع، وتصبح يعني عبارة عن يعني نقاط استطلاع قتالية متقدمة، يعني في بعض الأحيان طبعا أثناء حالة الدفاع نسميها مخافر إنذارية. طيب، عودة الاغتيالات إلى الجنوب السوري في محافظة درعا واستئناف العمليات العسكرية أو المواجهات في الشمال السوري، إلى أي مدى كل هذا مؤشر على عودة التصعيد العسكري برأيك بعد الذي تراجع طبعا بعد الزلزال المدمر؟ عفوا، ممكن تعيد السؤال لأن الصوت قطع وما انتبه، ما يعني ما فهمت السؤال. سألتك حول عودة الاغتيالات في محافظة درعا مؤخرا في الأيام القليلة الماضية، وعودة العمليات العسكرية في الشمال السوري، إلى أي مدى كل ذلك مؤشر على عودة التصعيد الذي تراجعت حدته بعد الزلزال الذي ضرب الشمال السوري وتركيا؟ هو في اولا بالنسبه للجنوب، الجنوب ليس يعني موضوع الزلزال، قبل موضوع الزلزال كان هناك يعني نوع من ما يسمى بين قوسين الفزعه التي اطلقتها الاجهزه الامنيه للحصول على اكبر كميه من الاموال من ابناء المحافظه الجنوبيه وخاصه من المغتربين من ابناء هذه المحافظه. توقفت الاغتيالات الى مدى كبير جدا، ويعني قد وصلت الى مرحله ان تقول انها انتهت يعني، لكن بعد كذا يوم من بدء هذه الحمله التي هي جمع تبرعات لصالح النظام، هي في الواقع قالوا انها لتصليح البنيه التحتيه، هي في الواقع من اجل ان ياخذ النظام اموال ابناء تلك المنطقه ومن مغتربين. لكن مباشره بعد انتهاء هذا النوع من الفزعه تم اعاده او العوده الى العمل بالخطه. هناك خطه من قبل حكومه نظام اسد ومن اجهزته الامنيه بالقضاء على كل الشباب السوري في المنطقه الجنوبيه، يعني كل الشباب السوري بدءا من المنطقه الجنوبيه، كل من يعني خرج في الثوره، كل من كان في الفصائل الثوريه، كل من لديه ايضا ليس فقط الثوار سواء يعني ثائرين مدنيين او عسكريين او الى غير ذلك، ايضا الفكر، المدنيين اصحاب الفكر من مهندس وطبيب طبعا باي طريقه، يعني قتل طبيب جراح على مستوى درع، اكبر طبيب جراح، طبعا هذه خطه مدروسه من اجل قتل هذا الطبيب، من المحامين، المهندسين، اصحاب الفعاليات المدنيه الذين لديهم يعني وطنيه، هم لا يريدون اي شخص لديه وطنيه لمقاومه المشروع الايراني، المشروع الايراني الذي ينتشر من دمشق باتجاه الجنوب وصولا للحدود الاردنيه، الذي يسعى الى تخريب المنطقه. شكرا لك العميد عبد الله الاسعد، رئيس مركز رصد للدراسات الاستراتيجيه، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول.